يقول: من أصابه مرض بسبب المعصية التي ارتكبها، فهل هذا من القدر الذي قدره الله عز وجل على العبد قبل خلق السماوات والأرض، أم هو من سبب نفسه؟ الأمران، وقدر عليه أنه يعاقبه على المعصية، كله بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فأنت السبب، عليك التوبة والاستغفار، الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وهي بقضاء الله، لأن الله قدر المصائب وقدر النعم وقدر كل شيء سبحانه. نعم.